بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في الآية قال: نزلت في ثعلبة بن عنمة الأنصاري، وكان بينه وبين ناس من الأنصار كلام، فمشى بينهم يهودي من قينقاع، فحمل بعضهم على بعض حتى همت الطائفتان من الأوس والخزرج أن يحملوا السلاح فيقاتلوا، فأنزل الله: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يقول: إن حملتم السلاح فاقتتلتم كفرتم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي رحمه الله في قوله: لما تصدون عن سبيل الله الآية؟ قال: كانوا إذا سألهم أحد: هل تجدون محمدا؟ قالوا: لا، فصدوا الناس عنه وبغوا. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية يقول: لما تصدون عن الإسلام وعن نبي الله من آمن بالله وأنتم شهداء فيما تقرؤون من كتاب الله أن محمد رسول الله، وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وأخرج ابن جرير عن الحسن رحمه الله في قوله: يا أهل الكتاب لما تصدون؟ قال: هم اليهود والنصارى، نهاهم أن يصدوا المسلمين عن سبيل الله، ويريدون أن يعدلوا الناس إلى الضلالة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا الآية قد تقدم الله إليكم فيهم كما تسمعون، وحذروكم وأنبأكم بضلالتهم، فلا تتمنوهم على دينكم، ولا تنصحوهم على أنفسكم، فإنهم الأعداء الحسدة الضلال، كيف تأتمنون؟ فلا تأتمنوهم على دينكم، ولا تنصحوهم على أنفسكم، فإنه الأعداء الحسدة الضلال، كيف تأتمنون قوما كفروا بكتابهم وقتلوا رسلهم وتحيروا في دينهم وعجزوا عن أنفسهم؟ أولئك والله أهل التهمة والعداوة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ قال: على ما لبينان: نبي الله وكتاب الله، فأما نبي الله فمضى عليه الصلاة والسلام، وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم رحمة من الله ونعمة، فيه حلاله وحرامه ومعصيته، أي بيان معصيته. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله: ومن يعتصم بالله قال: يؤمن بالله. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: الاعتصام بالله الثقة بالله. وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى قضى على نفسه
أنه من آمن به هدى، اللهم إنا آمنا بك يا أرحم الراحمين، ومن وثق به أنجى، اللهم إنا وثقنا بك بكل ما وعدتنا به. قال الربيع: وتصديق ذلك في كتاب الله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأخرج عبد بن حميد من طريق الربيع عن أبي العالية قال: إن الله تعالى قضى على نفسه أنه من آمن به هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن وثق به أنجاه، ومن دعاه استجاب له بعد أن يستجيب لله. قال الربيع: وتصديق ذلك في كتاب الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، اللهم إنا آمنا بك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. وأخرج تمام في فوائده عن كعب بن مالك رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات بمن فيها، إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف منه نيته، إلا قطعت أسباب السماء من بين يديه، وأسخت الهواء من تحت قدميه. وأخرج الإمام الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب ما عند الله كانت السماء ظلالة والأرض فراشة، لم يهتم بشيء من أمر الدنيا، فهو لا يزرع الزرع وهو يأكل الخبز، ولا يغرس الشجر ويأكل الثمار توكلا على الله، وطلب مرضاته، فضمن الله السماوات والأرض فضمن الله السماوات والأرض رزقا، فهم يتعبون فيه ويأتون به حلالا، ويستوفي هو رزقه بغير حساب، حتى أتاه اليقين أي الموت. قال الحاكم: صحيح. قال الذهبي: بل منكر أو موضوع، فيه عمرو بن بكر السكسكي متهم عند ابن حبان وابنه إبراهيم. قال الدارقطني: متروك، لكن ده معنى الحديث صحيح، فإن من توكل على الله فهو حسبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأخرج الحاكم وصحها عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى، واملأ يديك رزقا، واملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أي لا تتباعد مني، فأملأ قلبك فقرا، واملأ يديك شغلا. وأخرج الحكيم الترمذي عن الزهري رحمه الله قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: ما من عبد يعتصم بي دون خلقي وتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من ذلك مخرجا
وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وسخت الأرض من تحت قدميه. اللهم إنا اعتصمنا بك فانصرنا نصرا مؤزرا يا أكرم الأكرمين. وأخرج الحاكم وصحها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ومن تشاعبت به الهموم لم يبال الله تعالى في أي أودية الدنيا هلك. من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. ومن تشاعبت به الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أخرج ابن المبارك في الزهد وعبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في الناسخ والطبراني والحاكم وصححه وابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. وأخرج الحاكم وصحها وابن مردوية من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا ينسى، ويذكر أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رحمه الله في قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. فقال عكرمة: قال ابن عباس: فشق ذلك على المسلمين، فأنزل الله تعالى بعد ذلك: فاتقوا الله ما استطعتم. يا أرحم الراحمين، ما أرحمك. وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، فلم يستطيعوا، قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل الله تخفيفا على المسلمين: فاتقوا الله ما استطعتم، فنسخت الآية الأولى. وأخرج ابن مردوية عن ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، قال: نسختها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق علي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم. وأخرج ابن جرير عن الربيع بن أنس رضي الله عنه قال: لما نزلت اتقوا الله حق تقاته، ثم نزل بعدها: فاتقوا الله ما استطعتم، نسخت هذه الآية التي في آل عمران. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة في قوله: اتقوا الله حق تقاته، قال: نسختها الآية التي في التغابن،
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وعليها بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما استطاعوا. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله اتقوا الله حق تقاته قال نزلت هذه الآية في الأوس والخزرج وكان بينهم قتال يوم بعاث قبيل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأصلح بينهم فأنزل الله هذه الآيات. وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال لا يتقي الله العبد حق تقاته حتى يخزن من لسانه بمعنى أن لا يتكلم في كل شيء. وأخرج الطيالسي والإمام أحمد والترمذي وصححاه والنسائي وابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم فكيف ممن ليس له طعام إلا الزقوم. نسأل الله السلامة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن طاووس رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وهو أن يطاع فلا يعصى فإن لم تفعلوا ولم تستطيعوا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال على الإسلام وعلى حرمة الإسلام. وأخرج الخطيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. آمنت بالله وبقضاء الله وبكل ما حكم به الله على خلقه. قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر والطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه في قول الله واعتصموا بحبل الله قال حبل الله القرآن وهو رأس مال الإسلام. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والطبراني وابن مردوية والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا هو الطريق ليصدوا عن سبيل الله فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا.
وأخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن زيد بن علقمة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني تارك فيكم كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. وأخرج الإمام أحمد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله عز وجل حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط، وإنكم واردون علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين. قيل: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الأكبر كتاب الله عز وجل، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به لن تزالوا ولا تضلوا، والأصغر عثرتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض، وأسألت لهم ذاك ربي، فلا تقدموهما لتهلكوا، ولا تعلموهما فإنهما أعلم منكم، فلا تقدموهما لتهلكوا، أي لا تتقدموا عليهم بالزعامة والرياسة وما غير ذلك، ولا تعلموهما، أي تتعلموا عليهم أو تتفقهوا عليهم، فإنهما أعلم منكم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن سعد والإمام أحمد والطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أمري، أحدهما الأكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا، أي الكتاب والعترة، حتى يردا علي الحوض. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبراني من طريق الشعبي عن ابن مسعود في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، قال: حبل الله الجماعة، أي جماعة الأمة. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن ثابت بن فطمة المزني قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يخطب وهو يقول: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما حبل الله الذي أمر به سبحانه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فقال: ما تقول في سلاطين علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال: لا، أعطهم الجماعة الجماعة، أي الزموا الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقها. أما سمع ما سمعت قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخرج ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
وأخرج ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال: قال يا رسول الله، افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخرج ابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: يا رسول الله، ومن هذه الواحدة؟ قال: الجماعة. ثم قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. وأخرج الإمام مسلم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولمن ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأخرج الحاكم وصحح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه حتى يراجعه، ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته ميتة جاهلية. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، قال: بالإخلاص لله وحده، ولا تفرقوا، يقول: لا تعادوا عليه، يقول على الإخلاص وكونوا عليه إخوانا. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن رحمه الله في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله، قال: بطاعته. وأخرج عن قتادة: واعتصموا بحبل الله، قال: بعهد الله وبأمره. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد: واعتصموا بحبل الله، قال: الإسلام. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع في قوله: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يقتل بعضكم بعضا ويأكل شديدكم ضعيفكم حتى جاء الله بالإسلام فألف به بينكم وجمع جمعكم عليه وجعلكم عليه إخوانا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأنصار فآمنوا به وصدقوا، وأراد أن يذهب معهم فقالوا: يا رسول الله، إن بين قومنا حربا، وإنا نخاف إن جئت على حالك هذه ألا يتهيأ الذي تريد، فواعدوه العام المقبل، فقالوا: نذهب برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الله أن يصلح تلك الحرب. وكانوا يرون أنها لا تصلح وهي يوم بعاث، فلقوه من العام المقبل 70 أو فلقوه من العام المقبل
سبعين رجلا أي بسبعين قد آمنوا به، فأخذ منهم النقباء 12 رجلا. فذلك حين يقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وفي لفظ ابن جرير: فلما كان من أمر عائشة مكان رضي الله عنها فتشاور الحيان قال بعضهم ببعض: موعدكم الحرة، فخرجوا إليها فنزلت هذه الآية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.